السلام عليكم. في إطار العمليات تاع تطوير شبكة المرور في ولاية الجزائر العاصمة من أجل القضاء على النقاط السوداء فيما يخص يعني حركة المرور تاع السيارات والمركبات، إذا في هذا الإطار تم يعني افتتاح بمناسبة 5 جويلية بعض المشاريع الانتهاء منها ووضعها حيز الخدمة في كل من بلدية الشراقة والرغاية، إذن وتفقد بعض الأشغال راهي قيد الإنشاء في بلديات أخرى. إذن في هذا الإطار نخليكم تتابعوا هذا الفيديو ليعطينا فكرة عن ما هو منجز وما هو قيد الإنجاز، وهذا الفيديو الذي تم يعني إنتاجه من طرف ولاية الجزائر العاصمة. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو وبعض المعلومات اللي صرح بها والي ولاية الجزائر العاصمة في هذا الإطار. أترككم تتابعون والسلام عليكم. اليوم ما شفتوا قمنا بزيارة عملية في ولاية الجزائر وتفقدنا بعض المشاريع وفتحنا مشاريع واحدة أخرى. المشاريع كان نفقين في شرقة اللي راح هذوك نفقين راح ينقصوا ضغط كبير في الطريق الوطني رقم 41 على التقاطع في الطريق الوطني 111 اللي يحبط بين الشراقه ويتقاطع مع الطريق اللي يروح لعين بنيان. هذه راح تحل ازمه كبيره في الازدحام المروري في المنطقه، خاصه المنطقه هذيك، وهذا الجسر اللي رانا فتحناه اللي راح يخلي باش نتفاداو الدخول الى المنطقه الصناعيه في رويبه وندخلوا مباشره في المنطقه الصناعيه تاع رغايه ونلحقوا حتى وندخلوا في الطريق الوطني رقم 24 اللي لحقنا الهروة. هذه المشاريع اللي دخلوا في حيز الاستعمال اليوم وراح تساهم ما قدرش تنقص نوعا ما مع الضغط المروري اللي كاين في مدينه الجزائر. وكاين مشاريع اخرى راهي في طور الانجاز اللي تفقدنا بعض منهم، والبعض منهم ان شاء الله في الاسابيع المقبله راح ينطلقوا. هذا زرنا فقدنا المشاريع اللي راهي في طور الانجاز وطلبنا من شركه الانجاز باش تزيد في وتيره الانجاز تاعها باش نقصوا الحرج اللي يكون يروح المواطن المستعمل للطريق وتكون العمل بصفه مستمره.